وفتحت البوابات وانطلقت الجياد على بركة الله تعالى في الشوط السادس عند علامة 1600 متر على جائزة محمد بن حسين المعشوق من أهالي الرياض رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، والمرشح الأقوى ينطلق في البداية لمعان بقيادة أبد القاين لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من نسل مطلق مع محاولات لشبراق في المرتبة الثانية، وكذلك عين الصقر في المرتبة الثالثة، وجميع الجياد والأفراس تتنافس مع تقدم ملحوظ للمرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط لمعان بقيادة أبد القاين مع محاولات كذلك لوهج السماء بقيادة روبرتو بيريز، وكذلك شبلة مهان بقيادة دخيل الله الحمالي، ولمعان المرشح الأقوى الفوز يتقدم بقيادة أبد القاين في المنعطف الأخير باتجاه الخط المستقيم، ولا زالت المقدمة للمعان بقيادة أبد القاين، ويبتعد قليلا عن الجياد المشاركة في هذا الشوط مع محاولات لمقبل العز لسمو الأمير سيف الدين بن سعود بن عبد العزيز، والمحاولات مستمرة لطير الخير للظفر بالمرتبة الثانية، ولمعان المرشح الأقوى للفوز فعلا يصادق على الترشيحات ويتقدم لمعان بقيادة أبد القاين مع محاولات لخطف المرتبة الثانية لطير الخير. إذن ألف مبروك لمعان فعلا من البداية.